عملت مجهود كبير باش نفوز. انا اسمي هاني هاشمي، ادخلت انا الاول في السباق ديال 9 سنين. شكرا لهاد الناس اللي عملوا لنا السباق في هذا الحال. فرحتينا ولا ماشي فرحان؟ اسمي ابتسام، واصلي الشاعر وفي عمري 10 سنين. انا دخلت انا الاولى في السباق. انا فرحانه بزاف حيت عملوا هذا الشيء في الحوم، وشكرا لكم كاملين. اسمي طارق النقرو وفي عمري 12، وجيتي انا الاولاني. والتحيه لمؤسسه السباق، كيعطينا حنا الشعور باش نحسوا باننا ماشي فاشلين، يعطينا نديروا شويه ديال الحركه والرياضه. ما كرهتش دائما نبقاو نديروا السباق باش نبقاو ناخذ، باش نبقاو نديروا لنا الانشطه ونحققوا احسن ما كان. بن سليمان مصطفى، عداء دولي، مدرب دولي، مدير سباق الغابة الدبلوماسية. كنت واجدوا في هذا المكان اللي في الحقيقة أنا من مندهش. ليش؟ لأن ما ينهز على فوق 30 سنة وأنا كنمارس هذا الرياضة، وما عمرنا شفنا هذا الأجواء وهذا النشاط وهذا العرس هذا في هذا الحي اللي احنا في الحقيقه تربينا فيه وكبرنا فيه. وبالمناسبه فانا كنهني اللجنه المشرفه على هذا التظاهره، على هذا النجاح الكبير، وعلى هذا الحضور ديال الاطفال والحضور ديال الساكنه ديال المنطقه. فهنيئا لهم وبالتوفيق ان شاء الله، واشد على يديهم باش ان شاء الله تكرر مره اخرى ومره اخرى ومره اخرى، لان هذا كنفتقدوا اشياء بحال هذه حقيقه. السلام عليكم، كان معكم يوسف ورديغي، مدير السباق داخل الحي اللي كتنظمو جمعية حي الحد. كما كتعرفوا اليوم عندنا السباق هذا اللي كتنظم كل سنة. حنا اليوم عندنا النسخة الثانية من السباق داخل الحي اللي اخترنا له الشعار ديال كلنا أبطال. كما كتعرفوا اليوم في الصبيحة الجميلة معنا جميع الأطفال ديال ساكنة حي الحداد، حي الإنعاش وحي بوحوت وجميع الأحياء المجاورة،
بالنسبه للسباق هذا اللي كيعرف هو واحد الاقبال كبير مع عند مجموعه ديال الوليدات وكذلك الاسر ديالهم. عدد المشاركين ديال فهاد السباق هو كيفوز 800 مشارك ومشاركه. هذا الرقم في الحقيقه اللي حتى حنا تفاجئنا منه. حنا كنا عاملين في الحسبان ديالنا ان ربما نوصلوا واحد 500 مشارك ومشاركه، بينما الحمد لله كاين اقبال كبير. بالنسبه للاجواء، انت كتشوف اجواء عائليه جميله جدا. حنا الهدف ديالنا هو اننا نفرحوا الوليدات الصغار. عاد الهدف من السباق هو عاد جعل من هذا الحي هذا هو فضاء ديال الجميع، ديال الصغير ديال الكبير. هذا هو الهدف الاساسي من السباق. كذلك انا اللي غناكد عليه هو ان جميع المسابقين فهم فائزين، كاملين تحصلوا على الميداليات ديال السباق. هذا هو الفوز الكبير. كذلك من هذا المنبر كنشكر استاذ والي الجهه اللي هو اللي صراحه الداعم الاول ديال هذا السباق، وكذلك الشريك ديالنا مقاطعه زباني مكاده وبعض الشركاء والقطاع الخاص. مجموعة من المعطيات والدعم التقني الكامل لهذه النسخة المصاري الصحفي والرياضي المتميز. من الأستاذ رشيد الحديفي، دون أن نعطيه كلمة بالمناسبة. نشكركم على هذه الالتفاتة الكريمة، ولكن قبل كل شيء بغيتكم أنكم تصفقوا على جمعية حي الحداد للتنمية والتواصل مع المباركة والتهنئة بنجاح النسخة التالية. إذا سمحتوا وليداتي أنني عندي واحد الكلمة لكم. أحمد شنو؟ خصوصا بالنسبة للشباب والأطفال، كنوصيكم بجوج الحاجات أنكم تعملوا. وحاولوا أنكم تمارسوا الرياضة بحقها بطريقتها، وحاولوا تحافظوا على الدراسة ديالكم مع النصائح ديال الوالدين ديالكم. إن شاء الله توصلوا وتكونوا بحال السي مدير ديال السباق، كذلك السي سليمان اللي هو ابن المنطقة بني مكادة واللي استطاع يحمل المشعل ديال ألعاب القوى، لا هو ولا السامي سي محمد السدحي في المحافل الدولية. تحية لكم والتوفيق إن شاء الله في المجال الرياضي والدراسي. ومشكورة مرة أخرى ساكنة حي الحداد والجمعية حي الحداد، وشكرا للجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.